في كل ذكرى عاشوراء، سيما الأيام العشرة الأولى من أيام شهر محرم، تصدح الحناجر المطالبة بالإصلاح. أبرز المشاهد ربما الجعدية التي يختص بها أهالي النجف لما فيها في النقد لاذع للسياسات الخاطئة وتشخيص الهفوات. هذه الأصوات أما من أذان تسمع لها؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام عاشوراء، أيام أبي عبد أجركم الله عظيم. الحسين. في واقع الحال يعني هاي الأشياء التي أشار إليها مراسلكم في النجف، القعدية هي أصبحت سمة عامة ليس في النجف فقط، وإنما تمارس في كل المحافظات لا سيما كربلاء وبغداد الكاظمية تحديدا، وتردد فيها شعارات انتقاد للواقع الذي يعيشه المواطن بشكل عام يعني. وهذه القاعدية انتشرت بشكل كبير بعد 2003، بعد فسح الديمقراطية التي استطاع المواطن العراقي أن يتميز بها أو يتمتع بها، وأصبحت سمة عامة، وهي في كل سنة تقدم وتعطي انتقادات واسعة، وليس فقط ضمن هذا الإطار، إطار القاعدية، حتى في يعني المواكب العامة، المواكب الخاصة، أثناء تجمعات الزوار داخل بين الحرمين، في الإمامين في بغداد الكاظمية، في مرقد الإمام علي عليه السلام، انتقاد لاذع، بحيث أي محاولة لامتداح أي مسؤول بغض النظر عن أدائه سيتعرض إلى هجمة من الناس، كما حصل في مرقد الإمام الحسين عندما حاول رئيس الوقف الشيعي امتداح النظام الحكومة الحالية، فتعرض إلى انتقاد واسع، بمعنى الناس لا تريد، أولا من باب لا تريد أن تربط بين هذا المجالس وبين الحكومة وامتداح المسؤولين، ولا تريد أن تجعل هذه المنابر هي عنوان واجهة سياسية وحزبية، فقط تريدها خالصة، وأيضا تريد منها أن تكون مجال الانتقاد وكشف الممارسات الفاسدة لكل الأنظمة أو لكل الحكومات ولكل الشخصيات.